ايوا يا خوت، السلام عليكم. معكم عتاني اخوكم بتي انا كما العاده. المهم اخوتي، يوم جينا لكم عتاني بفيديو جديد. الفيديو جديد ان شاء الله غادي نعمل ابدي ديال انا الخوت كما العاده. وهادشي اللي كاين الخوت اليوم ان شاء الله غادي نمشي نشريو داكشي علاش كنا كنقلبو. لينا غادي نمشي نشريو عند واحد السيد هنايا في الدشيره، غونطاي ديال الزبرة. ليمون دانيا انا ما عرفتش كتقول لهم نتوما، انا كنقول لهم الزبرة. تيو الزبرة حيت فيهم الصغار الخوت وفيهم غونطاي، راه كنت وريتهم لكم من اخر فيديو درنا مع التيو. ودوك التيو اللي كنت قلت لكم راه داك السيد بيعو مازال كثر من عملاهو، كنت عندو من الخميس اللي فات ودرت معاه هنا اللي واحد الكوبلة باش نجيبها اليوم. وهادوك الخوت راه دايرة شي 60 درهم لواحد. المهم غادي نمشي عندو، غنمشي مع واحد الدري صاحبي اللي معايا هو اللي تعرفو، يتفاهم معايا في شي تمن اللي يعطيني واحد الكوبلات ديال منهم من هادوك لاطاي الكبيرة، وغادي ناخدها ان شاء الله. واحد الحاجة بغيت نشاركها معاكم، عطينا الخوت الحمد لله بعدا عندنا الولد هنايا، عندنا الفريخ واحد ثلاثة الفريخ ما شاء الله تبارك الله. عندنا هنايا هادو اللي كنت قلت لكم عندهم البيض راه تفقسو دابا شي 12 يوم هادي باش تفقسو الخوت. ان شاء الله غادي ندير لكم معاهم شي فيديو فاش غيخرجوا من العش. دابا ضربوا 12 يوم النهار غيخرجوا من العش الخضره، غادي نصور لكم وغادي تشوفوهم كلشي ان شاء الله. وكما كتشوفوا دابا انا طلعنا البلاصه الطيور ديالنا وجبنا هاد لي زرادا، سكينا لهم هاد الجهاز سكينا لهم ديك الشي اخرى، وبقى على هاد الباطوس هذا الخوت. هاد الباطوس هذا هو اللي باقي بلوت، هاد الباطوس اللي هنايا. وهادو راه جبناهم هاد الزيور اللي كاينين هنا وكاينين الاخرين هنا كما كتشوفو الخوت. شرينا هاد اللعيبة هادي ندوش، شوفو الخوت المهم كما كتشوفو الخوت. دابا حنا الطيور ديالنا اللي كاينين هنايا، هادو اللي كاينين في هاد لاكاج الصغير وهادو اللي كاينين في لاكاج الاخر الصغير، غنحولهم كاملين نجمعهم في واحد البلاصة اخرى. مع قالوا لي على حسب ما سمعت الطيور الزبرة ماشي مشكل الا جمعتيهم كاملين ما تخاف منهم، والو واخا كيضربو داكشي ولكن هما كيعزز عليهم يترباو في تجمعوا يترباو مجموعين. هادشي اللي كاين الخوت كما كتشوفو دابا، غادي نحولو الطيور ديالنا الطيور كاملين غنحولهم لعند الاخرين ان شاء الله. ولكن خصنا نسدو اول هذا، خصنا نسدو الشرج ديال الخوت بعد ذاك النهار. كما كتشوفو هادي الشرج في البداية، ذاك النهار الخوت كنقي ليهم بحال هكا وغبطتهم هنا يتشمشو. درت اخويا يدي بغيت نشدوه ما عرفت زرق ليا ما بين يدي، بابا لي ها الشرج مع الخوت مشى. تكر بيض زوين شريتو، زوين تكر واحد تكر بيض راه بقى فيا كاع الحال. ومشيت شريت جوج خرون بيضين، راه ما كانوش عندي هاد الجوج البيضين ما كانوش عندي، بقى فيا الحال اللي هرب ليا هذاك الخوت. مشيت شريت جوج خرين هما، شريت تكر وانتوا بيضا. هادشي اللي كاين المهم دابا راه كما كتشوف عندنا هنا كوبل هنا، جوج دي كوبل هنايا كاين كوبل، ولكن داكشي كامل غنجمعو في لاكاج كبير باش نحيد عليه. هذا غادي ندير فيه هداك برونتاي، هذا غادي نقي غادي نيتواييه هاد الصغير هذا ان شاء الله. السيمانة الأخرى جيبو البيروش ان شاء الله، المهم جيبو البيروش السيمانة الأخرى. المهم وقت ما جبنا في البيروش الخضرة غادي ندير لكم الفيديو. المهم فاش غادي نمشيو عند السيد فاش غادي ناخدو عندو الطيور انا وداك الطريق صاحبي، انا غادي ندير لكم الخوت الفيديو تما نصور لكم الطيور اللي عندو تشوفو داكشي. المهم الخوت راه هادشي والله الا بلي وحق الله تبليت بيهم صافي، ما وليت كنروبو ديالي وليت كندوز معاهم الوقت هاهما غادي نبدل. هادشي اللي كاين الخوت دابا راه غادي نديرو لهم تحويل هادشي، نحولو كامل داكشي. الشيء اللي كان تتمنى ما يوقع حتى حاجه، ما يضربوا ما حتى حاجه، قالوا على الخط باش نشوف واش كان الحمد لله. اللهم بارك. كيف كتشوفوا احنا دابا غادي نحيدو هادو الاولين باش نجمعو داكشي. اللهم بارك. تسد عندي هاي كنشوفها
لا لا الخط قسم الله كان محل تصرف ما يتشاف علي عوض تخرج عنا وكما قلنا لكم الخوت تسناو الجزء الثاني ان شاء الله راه غادي يتلح المهم مورا هذا غيتلح هذا وغادي يتبعو الجزء الثاني ان شاء الله بعد يومين ولا ثلاث ايام غيتبعو الجزء الاخر باش شفنا الطيور وشفنا داكشي وكيدوزنا نهار مع الطيور المهم راه دابا صورنا لكم واحد الجزء باقي الجزء الثاني وما تنساوش الخوت الى عجبكم هذا الفيديو هذا بارطاجيوه مع صحابكم وما تنساوش البوطون الاحمر الخوت ضغط على الاشتراك وشي لايك وشي كومونتير ودعمونا الخوت وان شاء الله راه غادي نلقاكم فيديوهات اخرين ان شاء الله جداد شي حاجه طوب تبارك عليكم الخوت ما تنساوش تسناو الفيديو جوست تاني